بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. الآن إن شاء الله تعالى سنستفيد بفضل الله وإذنه من بعض آيات من سورة الفرقان، وهي في نزولها مكية إلا ثلاث آيات 68 69 70، نزولها تلا نزول ياسين عليه السلام، وذكر فيها الكثير من المواضيع، منها خلق الله، ألا إله، سواء كان في الأول أو في الآخر، والعجائب في الخلق، معناها حين تقرب من آية للخلق تتملأ بالتعجب من هذا الخلق بوجه واحد، فما مالك هو الذي خلقهم، هو آمر وهو حكيم قادر محيط بكل شيء. نعود إن شاء الله تعالى.